عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال والأحوال؟ يا رب تكون بخير. بداية صديقي، لأول مرة حضرتك شوفني فأنا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. من فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عنها، لأن محتوانا حقا بيستحق الدعم. حابب أفكر حضرتك إن القناة عليها أكتر من 1300 فيديو كلها موجودة علشان تقول لحضرتك معلومة ما. وكمان بحب أقول لحضرتك إن أفضل وأسرع طريقة بنجاوب بيها على الاستفسارات من خلال الكومنتس تحت الفيديوهات: هل يمكن إن إحنا ننتج طاقة كهربائية من العدم؟ طب هل يمكن أن ننتج مولد او ماكينه تنتج كهرباء بدون ان تستهلك وقود؟ هل ممكن ان احنا نصنع مولد او مكنه تحول الطاقه من صوره الى اخرى بنسبه كفاءه 100%، يعني مفيش اي فقد في الطاقه؟ كل التفاصيل دي واكتر هنتعرف عليها في فيديو اليوم، بالرغم ان الموضوع ده متخصص جدا لاهل التخصص، لان في فيديوهات كتير منتشره على يوتيوب تلاقي حد يقول لك انا صنعت مولد بيصنع كهرباء، مولد انتاج ذاتي للطاقه الكهربائيه ما بيستهلكش وقود، صنعت مولد بيشتغل على المجال المغناطيسي ويولد كهرباء، او صنعت او اخترعت مولد كبير او عملاق وينتج طاقة وبيغذي نفسه بنفسه، يعني بياخد حوالي 2% من الخارج بتاعه يغذي الدخل بتاعه، وال 98% حلال عليه بدون اي مفقود. معظم الاشخاص دول بيصنعوا الحاجات ديت قدام الكاميرا، وعشان كده الامر يبدو حقيقيا امامك. وبعض الاشخاص دول طلعوا على قنوات فضائيه وسئلوا هل سجلت الاختراع بتاعك، خدت براءه اختراع؟ فيقول لك اه. طب تقول له في حد من الشركات جه اتفق مع حضرتك عشان يستثمر في مثل هذا الاختراع؟ لان الموضوع مهم جدا وهتوفر على العالم والبشريه استهلاك كميات كبيره جدا من الطاقه والوقود والنفط والبترول. يقول لك لا، انا اخاف ان معلوماتي حد ياخدها واحتفظ بالمعلومات لنفسي، او اخاف على معلوماتي من السرقه. في الفيديو ده هنناقش الامر ده بشيء من التفصيل. زي ما هو معروف ان كل علم في الدنيا بيكون ليه قوانين بتحكمه، مبادئ ومعايير. موضوع النهارده ده بيندرج تحت علم الثيرموديناميك او ديناميكا الحراره. مسلمات ديناميكا الحراره هي تسمى مسلمات وبديهيات، لانها منذ ان انشئ هذا العلم لم يأت احد يخالف هذه المسلمات او البديهيات، عشان كده هي اثبتت بشكل علمي وتجريبي ولم ياتي ما يناقضها بطريقه ما. والقانون الاول من قانون الثيرموديناميك بيقول الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن بيمكن انها تحول من شكل الى اخر، بمعنى انه لا يمكن ان ننتج طاقه من لا شيء من العدم، وكما انها لا يمكن ان تستنفذ وتستهلك كامله، تبقى بشكلها العام ثابته ولكن يمكن ان نحولها من شكل الى اخر. طاقه حراريه حولناها لطاقه كهربائيه مثلا، ولكن في جزء من المفاقيد. القانون الثاني اللي احنا لا يمكن ان نصنع مكنه او مولد او اي اله بتحول الطاقه من شكل الى اخر بنسبه 100%، ده القانون الثاني من قانون الديناميكا الحراريه، اي لا يمكن ان يكون هناك جهاز كفاءته 100%. مثال على ذلك محرك السياره، احنا بنديله طاقه حراريه بيحول الطاقه الحراريه اللي موجوده بداخله الى طاقه ميكانيكيه حركيه تتمثل في السيارة وحركتها وسريانها، ولكن لا ينبغي أبدا أو لا يمكن أن نجزم أبدا بأن الطاقة الناتجة هي نفس الطاقة التي دخلت إلى هذا المحرك. وعشان تحسب كفاءة أي حاجة في الدنيا بيكون المخرجات على المدخلات، فالطاقة اللي احنا حصلنا عليه أو ما حصلنا عليه ما يكافئ الطاقة الداخلة، طاقة حركية ما يكافئ الطاقة الداخلة، حصلنا على طاقة أقل من الطاقة الداخلة بنسبة ما، لابد ذلك أن تكون كفاءة هذا المحرك أقل من 100%، لأن هناك احتكاك بين الصوابات، لأن هناك احتكاك عن طريق الصوت اللي خارج من المحرك، ده كله بيعتبر فقد في الطاقة أيضا، وبالتالي الطاقة اللي بنحصل عليها لابد ولا بد أن تكون أقل من الطاقة التي أدخلناها إلى هذا المحرك، فهي كفاءتها تكون أقل من 100%. يعني اللي احنا دخلناه وكمية الطاقة اللي دخلناها كلها ما حصلناش بمقدار هذه الطاقة، طاقة حركية متمثلة في حركة السيارة. وبسبب وجود محاولات دائمة لمعانقة هذه القوانين بنجد لفظ أو مصطلح محركات الحركة الدائمة، وعبارة عن محركات أو آلات بتناقض هذه القوانين بما يسمى باسم المحركات الدائمة. أول حاجة اللي هي المكائن أو الاختراعات أو التصاميم التي تناقض القانون الأول، وهو أنه يمكن إنتاج طاقة من العدم وهذا مستحيل. اللي بيناقض القانون الثاني أن عندنا آلة أو ماكينة أو تصميم بيستطيع أن يحول الطاقة من شكل إلى آخر بنسبة 100%، وده برضه مستحيل. والإجابة على الأسئلة هل يمكن إنتاج طاقة من العدم؟ هل يمكن تحويل طاقة من شكل إلى آخر بنسبة تحويل 100%؟ والجواب بشكل عام كلا، لا يمكن إنتاج طاقة من العدم بدون أن نستهلك طاقة.
لازم يبقى فيه طاقة عشان انتجها في شكل صورة اخرى. السبب الاول، فلنفترض جدا ان حضرتك عندك كرة، والكرة دي رميتها على الارض، انت حضرتك بمجرد القائك ليها اشحنتها او شحنتها بطاقة حركية. الطاقة الحركية دي ممكن ان تستمر الى ما لا نهاية، ولكن في بعض الشروط لازم أن تتحقق، ان هي تكون معزولة خالص عن الهواء، موجودة في جو معزول، مفيش احتكاك بينها وبين الارض نهائي. فبالتالي في هذه الحالة مفيش احتكاك، مفيش هواء بيقاوم حركة الكرة، فستظل الكرة دي ماشية معاك الى ما لا نهاية، وهذا مستحيل ان يحدث على ارض الواقع وفي الطبيعه. فلا بد ان تتوقف الكره بعد فتره، وهذا ما يحدث في المولد. هناك احتكاك بين الصبابات، وهناك فقدان في الهواء، احتكاك في الهواء. كل هذه الفقدان او المفاقيد التي تنتج عن الاحتكاك بتؤدي الى نهايه هذه الطاقه، لا ابدا يمكن ان تستمر. مثلا يجي احدهم ويقوم جاي مشغل لك محرك، والمحرك ده متصل بمولد، وبعد ما يشغل المحرك والبطاريه مثلا يقوم فاصل المصدر ويقول لك اهو اشتغلت وشغاله ومستمره والكلام ده. طبعا ما بيصوروا الحاجات دي قدام الكاميرات، ولما بيصوروا الحاجات دي قدام الكاميرات بياخدوا شيء من المصداقيه، هي قد تستمر الى ثواني معدودات، مش هتستمر على طول. وعشان تصنع جهاز زي ده، ممكن تصنعه بس ما يكونش في احتكاك في الهواء، ما يكونش في احتكاك بين الاجزاء الداخليه وبعضها البعض، يكون هذا الجهاز معزول تماما ونهائيا، وهذا مستحيل ان يحدث على ارض الواقع. حتى المغناطيس بمرور الوقت يا جماعه بيتوقف عن انتاج القوه المغناطيسيه بتاعته. والسبب الثاني اللي يثبت لك فشل هذه المنظومات هو ان احنا في الوقت الحالي بنعاني من ازمه طاقه، وكل المعامل والشركات والمصانع في العالم بتسعى ان هي تنتج مصادر بديله للكهرباء. فليه ما فيش شركة ولا مصنع ولا أي حد مستثمر جه وحط فلوسه في مشروع زي هذه الأفكار العظيمة المنتشرة بطريقة ما، ونوقف المصاريف اللي احنا بنصرفها على النفط والمحطات البخارية والكلام ده كله. إذا كل ما يدار في هذه من خلال هذه الأفكار والفيديوهات هي أشياء لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع. وإن أخذنا اللقطة وصورنا والدنيا بقت تمام، بطبيعة الحال لن تستمر معك الى ما لا نهايه، لان احنا ما بنشوفش حاجه زي كده بتتباع على ارض الواقع. وقول لاي حد بيعمل حاجه زي كده، ورينا مستثمر عنده استعداد يستثمر في مثل هذه الاشياء. ارجو اكون افدت حضرتك بمعلومه النهارده، لو بسيطه حضرتك استفدت لايك وشير، اول مره حضرتك شفنا سبسكرايب في القناه. اشوفك على خير، كان معاك العاد عبد الرؤوف عماد من قناه عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.